مشاهدينا اهلا بكم. اول تعليق لزوجة نجم كرة القدم مؤمن زكريا على ما تم التداول عنه منذ ايام بشأن السحر الاسود، فماذا قالت وصرحت زوجة مؤمن زكريا وما اخر تحريات نيابة في هذه الفيديوهات المتداولة في هذه الوقعة؟ الحقيقة أنه علقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق على واقعة السحر المزعومة للاعب منتخب مصر التي تم ترويج لها على نطاق واسع بالسوشيال ميديا، وقد صرحت وكتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الخاص بها بموقع انستغرام، وكتبت: اللهم اجعلنا في عنايتك، لا يضرنا بشر ولا يبكينا قدر. ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبية الضمورية في العضلات منذ 2019، وهو مرض نادر الحدوث ولا يصاب به إلا شخص من بين مليوني شخص، وأجبره هذا المرض على اعتزال كرة القدم تماما، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عددا من القنوات متضمنا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة. هذه الأوراق عبارة عن صورة للاعب مؤمن زكريا مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة وغير الواضحة، وبالفحص تمكنت بالفعل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه عامل مدافن مقيم بدائرة القسم، ومواجهته اعترف بالفعل باختلاقه الواقع بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، وتم ضبطهم عدا نجلهم، وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية شديدة وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهوم عليها، وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني لإلصاق الواقعة به لكونهما شخصيات رياضية مشهورة، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة طبعا للتربح ماديا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه التغطية، بنشكركم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.